ميعادنا دلوقتي مع شخصية الحلقة، وشخصية حلقتنا النهاردة هو المفكر الكبير الدكتور جمال حمدان، أهم أعلام الجغرافيا وصاحب موسوعة شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان اللي اتكلم فيها عن جغرافية مصر في 4 مجلدات. ودكتور جمال حمدان معروف عنه عشقه الشديد لعلم الجغرافيا، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية، ده كان سنة 1959. تعالوا نتعرف أكتر عليه ونرجع لكم مرة تانية. مفكر من طراز رفيع، كان شغله الشاغل تأسيس وعي جغرافي واجتماعي. إنه المفكر الكبير الدكتور جمال حمدان، أحد أعلام الجغرافيا في القرن العشرين. ولد جمال حمدان في محافظة القليوبية في 4 فبراير عام 1928، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم الجغرافيا. حصل على الدكتوراه من بريطانيا عام 1953، ثم عاد للتدريس في مصر. امتلك حمدان رؤية فريدة جعلته يربط علم الجغرافيا بمختلف علوم المعرفة، حيث لم يتوقف عند حدود الموقع والتضاريس. لجمال حمدان 29 كتاباً. يعد حمدان واحداً من أهم من ساهموا في الكتابة والتدوين عن مصر والعالم العربي، ولا تزال مقولاته وأفكاره وكتبه يستعان بها حتى الآن في كل مناحي الحياة. حصل حمدان على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.